المهني راه ماشي ساهل، راه ماشي حلوف كما كيسلفونا همايا باش يجي يضحك عليك ويقعد على الدعم ديال الغازوال. صيفطي لنا السيمانه جميع تور المغرب، صيفطي لنا وثيقه ديال الدعم ديال الغازوال. هاد الوقفه هادي كتجي في اطار القرار اللي اتخذته بعد الجامعات الوطنيه ديال النقاله بالمغرب، اللي هي سواء كتنتمي لقطاع سيارات الاجره او قطاع الشاحنات او قطاع النقل عبر الطرق ديال المسافرين. فهاد الوقفه هادي كتجي من بعد الزياده الاخيره ديال المحروقات اللي قررتها الحكومه ديال سي بن كيران، وهي 0.69 فرانك. ولكن حنا كذلك في هذه الوقفه هذه كنحبوا نذكروا الحكومه ديال سي بن كيران بان الزياده حنا كنعتبروها درهم فاصله 69 وليس 0.69. ولهذا ملي عملنا الاحصائيات والحسابات ديالنا لقينا على اساس بان في مجال ديال الطاكسيات على الاقل تزادت على المهنيين واحد المبلغ ديال 60 درهم، اي 25% من ديال الزياده ديال لتر ديال البنزين اللي كانت الاسعار الاولى اللي كانت ثابته. هذه الزياده ديال المحروقات ما هي الا القشه التي قسمت ظهر البعير. علاش كنقول هذا الكلام؟ هذا لان الملف ديالنا كبير واهم وماشي من الانصاف باش نختازلوه في الزياده ديال المحروقات. الملف ديال المهنيين كيتكلف من واحد النقاط اللي هي اساسيه. اولا كنتكلموا على مدونه السير لشردات المهنيين على اساس باش يوقع التعديل ديالها كما وعدتنا الحكومه السابقه ووعدتنا الحكومه الحاليه. كذلك كنطلبوا من الحكومه على اساس باش تشوف لنا الدوريه 61 اللي صدرت على وزير الداخليه. المذكره هذه اللي استبشرنا بها خير، لكن من في ارض الواقع لقينا جميع الولاه والعمال ديال سيدنا على باقي الاقاليم ديال المملكه لقينا معزين، ما عندهمش واحد الاليه، او هما كيتبين لهم بان ما عندهمش الاليه. اما الدائره 63 في النظر ديالي انا عطاهم جميع الصلاحيات، والسيد وزير الداخليه كان واضح في الدوريه ديالو تيقول لهم كل واحد يكيف الاليه ديالو اللي كتبان ليه مناسبه. كذلك كنطالبوا بتفعيل الملف ديالنا اللي هو صندوق الضمان الاجتماعي، التغطيه الصحيه، السكن الاقتصادي اللائق بالسائقين، ويكون بواحد الثمن اللي هو ما كيتجاوزش 90,000 درهم، او يمكنوا هاد السائقين في اطار وداديات او في اطار جمعيات على اساس يمنحوهم اراضي تابعه للدوله وهما بنفسهم غادي يتمكنوا من التجهيز ديالها. وهي مطروحه على الساحه فهي نقاط وطنيه وضرق جميع المهنيين بالذات ديال سيارات الاجره. الانتظار ديالنا كان الامل ديالنا كبير من الحكومه ديال سي بن كيران على اساس يتطور هذا القطاع وينصف هاد المهنيين. انما كنشوفوا السياسه اللي هي موجوده لا تختلف على اي حزب من الاحزاب. ولهذا اليوم حنا كنوضحوا وكنندوا باننا الان كنندوا وكنطالبوا بانصافنا لا بالنسبه للمدونه، لان مازال كيقولوا بان هناك تعديل، الى يومنا هذا لن يقع اي تعديل. مدينه المحمديه كنعرفوا واحد الفوضى عارمه ديال النقل في مدينه المحمديه، لا من ناحيه الحافلات ولا العربات المجروره بالخيول لي تريبورتور. عندنا واحد الفوضى اللي يعني يحشم الانسان يوصفها لك هنا في مدينه المحمديه. والمشكل العويص الكبير اللي كاين هو انه السلطه عازه على انها تنظم هذا النقل في مدينه المحمديه.
وحنا من هذا المنبر هذا كنادي والسلطات المحليه بمدينه المحمديه باش ينوضوا يديروا خدمتهم. الناس مسؤولين كل يدير الخدمه ديالو، لا بالنسبه للامن ولا بالنسبه للسيد الباشا. السيد الباشا سد علينا بيبان ديال الحوار، وبالعكس هذه بلاد دوله الحق والقانون، والابواب كتكون مفتوحه لعند السلطات المسؤولين باش يجلسوا الحوار مع الناس النقابيين والمهنيين. وزائد الفوضى اللي كاينه ديال النقل في المدينه، كاين مسائل اللي هي وطنيه بالنسبه للقرار واحد الدوريه 61 اللي صدرت على وزير الداخليه، لحد الان مازال ما تفاعلاتش، وكنطالبوا بتحرير القطاع. اللهم هذا منكر، الكريم كيعطيهم الناس اللي ما كيستحقوهمش، والمهنيين كاين اللي فنى العمر ديالو 30 عام 40 عام وهو خدام في الطاكسي، ما عنده لا ضمان اجتماعي لا تغطيه صحيه لا سكن والو. ومن هنا كنقول عاوتاني للسيد رئيس الحكومه انه المهنيين راه ما كيتعاملوش مع اشخاص في الحكومه، راه كيتعاملوا مع مؤسسات. الا كانت الحكومه السابقه يعني دارت واحد الاتفاق مع المهنيين، ومنين طلعت الحكومه ديال السي بن كيران جمعوا طواو بحال ما عمر كان شي اتفاق. اللهم هذا منكر، وما ماشي هذه بلادنا، ماشي هذه البلاد اللي كنشوفوا فيها يعني ان بلاد القانون والديمقراطيه، ما محقق والو. كناديو سيدنا من هذا المنبر باش حتى هو يراعي هاد المهنيين ويشوف من جهتنا، لان راه السلطات ما باغياش دير خدمه باش تنظمنا وتقننا. والسلام عليكم. ويا المنظمه الديمقراطيه للشغل قاري عبد الله كاتب عام، هاد المشاكل اللي كنعيشوها هي ديال المازوط وتفعيل قرار 61 وهذا المازوط اللي تزاد علينا، راه حنا ولينا دابا في واحد الازمه، لازمه ما نعاودش لك عليها، لان الشيفور ولا في واحد الحاله لا يرثى لها. الشيفور ولا كيمشي طويل، ولا اللي يصوروا كيعطيه المول الطاكسي وكيمشي، لان لا ما عطاش المول الطاكسي مول الطاكسي غيجري عليه غادي يتشرد. شو ولا الشيفور كان كيدي 100 درهم ولا يدي 50 درهم، 50 درهم هي اللي غادي تعيشه، وكيخدم نهار ويريح نهار، كيخدم 24 ساعه يريح 24 ساعه. وحنا كنطالبوا بهذا الشيء، التنقيص ديال هذا المازوط، وكنطالبوا بالتفعيل ديال القرار 61 اللي ما مفعلاتوش الحكومه. الحكومه ولات كتعطينا سنتيم وباغا دير لنا مترو، اللي كتقول لك درتي 25000 فرانك ديال المازوط يعطوك فيها 20 درهم. على هذا هو الدعم اللي باغين يعطيو لهذا الشيفور. هذا الشيفور راه باغي يخلوه يسحق، راه الشيفور راه باغي يولي يسحق، راه الشيفور راه ما خلى فين ضحى. هذا الشيفور ديال ساقي سياره الاجره راه ضحى في الدستور، ضحى في اي حاجه، راه اي حاجه هو الاول فيها. Thank you.